قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر ناورت إن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس في 14 من مايو أيار المقبل بتزامن مع ذكرى 70 لقيام دولة إسرائيل. وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار وقال إن ذلك سيكون يوما عظيما للشعب الإسرائيلي. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إبرام صفقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو الأصعب، لكن واشنطن تحرز تقدما بهذا الشأن بحسب تعبيره. في المقابل اعتبرت الخارجية التركية أن قرار واشنطن فتح سفارتها في القدس في مايو المقبل يثير إصرار الولايات المتحدة على الإضرار بالسلام. وعبرت الخارجية عن أسفها بشأن القرار وقالت إن واشنطن لم تستمع إلى أصوات المجتمع الدولي ولم تكترث لقرار قمة منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، وكذلك لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر بشأن القدس. بدوره قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن قرار إدارة ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس واعتبار المدينة عاصمة لإسرائيل يعد مخالفة فاضحة للقانون الدولي والشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة. قرار الرئيس ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والإسراع بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس واختيار اليوم الذي صادف النكبة الفلسطينية للقيام بهذا الإجراء هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة بين الطرفين، كما أنه تصميم على تدمير أفاق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتدمير حل الدولتين. هذا الأمر يدل على أن الإدارة الأمريكية لم تعد راعية لعملية السلام لأنها أصلا أصبحت جزءا من المشكلة ولا يمكن أن تكون جزءا من الحل. ينضم إلينا من رام الله الكاتب الصحفي أدهم مناصر، أهلا وسهلا بك. كيف يتحضر الصف الفلسطيني لهذه الخطوة الأمريكية المرتقبة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟ أهلا بك. بالتأكيد يعني الموقف الفلسطيني هو يعني منطقي ومن الواجب أن يكون كذلك، بمعنى هو ممتعض ويحذر، وأنه يعني من يعني أن مثل هذه الخطوة هي بمثابة المساس بمشاعر الأمة. لكن السؤال ربما يتجه إلى ناحية إلى أي مدى هذه المواقف الفلسطينية الرافضة والغاضبة من هكذا خطوة والمحذرة منها يمكن أن تحول دون تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع. لا شك بدون بعد عربي ومواقف عربية لازمة وواجبة وضرورية في هذا الوقت لن تؤتي أكلها، حتى المستويات السياسية الرسمية الفلسطينية التي تواصلنا معها قالوا هذا الكلام، بمعنى سكوت العرب يعني تواطؤهم في هذه المرحلة وانسجامهم مع المواقف الأمريكية والإسرائيلية. تحديدا هذا القيادي المقرب من الرئاسة الفلسطينية يعني قال لي هذا الكلام عندما تواصلت وتابعت معه صباح اليوم. ماذا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تفعل؟ لا شك بأن ترامب مصر تماما على تنفيذ هذه الخطوة، وبالتالي هنالك تحذيرات من تصاعد يعني موجات المواجهات والأمور الميدانية والتوتر الميداني والسياسي على أرض الواقع بعد تنفيذ هذه الخطوة. في هذا الإطار يعني كما تشير حركة حماس تقول إن هذه الخطوة ستفجر الوضع في المنطقة، ما المرتقب عمليا؟ يعني هل نتوقع مواجهة؟ هل هناك تصعيد لا محالة؟ وعلى أي عرب يعني يتكلمون؟ يعني على من التعويل؟ يعني على الأقل عندما نتحدث عن الشق الميداني ستكون هنالك الوتيرة أكثر وأشد يعني، وهذا معروف ويعني ربط أيضا بأي تطور سياسي، خاصة عندما نتعلق أو نتحدث عن خطوة حساسة مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القسم أو إلى القدس. فبالتالي هنالك ترجيحات وتأكيدات بأن الأمور سوف تتجه لمزيد من التفجير، وهو يعي ذلك دونالد ترامب، ولكنه يعني يتكئ على سياسة أنه يجب أن تضرب وأن تكون أكثر جرأة لي يعني على الأقل يعطي تعزيزا لليمين الإسرائيلي ولشخص نتنياهو الذي تلاحقه ملفات الفساد، وهذا ما يفسر في هذا الوقت يعني أن يعلن عن هذه الخطوة. يعني بإمكانهم أن يعلنوا عن هذه الخطوة قبل يومين أو ثلاثة حتى لا يثيروا ردود فعل وحتى تكون مفاجئة والصدمة أقوى، ولكنهم أعلنوا في هذا الوقت يعني في خضم ملفات الفساد التي يعني
تلاحق نتنياهو، هذا ما يفسر التعاون الوثيق ما بين اليمين الأمريكي المتشدد واليمين الإسرائيلي المتشدد لي يعني المضي قدما لمخطط تصفية القضية الفلسطينية. عندما نتحدث عن أي دور عربي يمكن أن يتخذ، العين تتجه إلى الجامعة العربية حيث هنالك قرار إبان الثمانينيات، قمة عمان صدر وهو يعني يحذر ويشدد على اتخاذ مواقف ضد أي دولة تنقل سفارة بلادها إلى القدس. فهل يمكن على الأقل للجامعة العربية أن تنفذ قرار سابق، وهو هنا نتحدث عن قمة عمان وقرار صادر عام أو في إبان الثمانينيات، هنا لربما القيادة الفلسطينية تشدد على ضرورة أن تتحرك الجامعة العربية وتتحرك الدول العربية يعني لمنع والحيلول دون نقل سفارة واشنطن إلى القدس. سألتك أيضا عن موقف حماس، يعني ما المنتظر، إلى أين يتجه هذا الموقف في ظل التضييق عليها إن كان داخليا وحتى عربيا ودوليا؟ هنا عندما نتحدث عن حماس كما باقي يعني الفصائل، ولكن ربما هنا نتحدث عن حماس كما فتح كقوتين رئيسيتين في الساحة الفلسطينية، وبالتالي هنا يعني نقرب المجهر أكثر على مواقفهما. لا شك بأن حماس هي المشكلة، حماس تتحدث بلغة سياسية في هذه المرحلة متوافقة تماما مع الجانب الرسمي أو مع حركة فتح، بس المشكلة يعني في الترجمة العملية وفي لملمة الصف الفلسطيني. مثلا القيادات الفلسطينية المقربة من فتح اليوم تقول بأن حماس يجب أن تكف عن التوجه لبعض الأطراف العربية التي تعزز التدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني، والطرف الآخر حماس تقول بأن السلطة الفلسطينية هي تتلكأ في إنقاذ وإنهاء معاناة قطاع غزة كبوابة وكمدخل لتعزيز الصف الداخلي الفلسطيني لمواجهة المخطط الأمريكي. في الظاهر حماس وفتح وكل الفصائل متفقون على مجابهة هذا المخطط الأمريكي وأنه خطير، ولكن كيف يمكن للفلسطينيين أن يعززوا صفهم للوقوف في وجه هذه المخططات؟ يعني هنا السؤال، هل حماس وفتح يعني قادرتان للمضي قدما بهذا يعني الاتجاه؟ يوما بعد لك. يوم الأمور تسير بشكل سريع جدا والمخاطر تتعزز، يعني نحن نتحدث عن ترامب، نتحدث عن خطة 35 ورقة سلمت للواء ماجد فرج، هنا نتحدث عن الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية وكانت درافت يعني قابلة للتعديل، وعندما حاول أن يعدل ماجد فرج فإن كوشنر قال له خذها أو اتركها، لا يمكن لكم أن تعدلوا عليها. هنا نتحدث عن مخطط إسرائيلي، يعني هي كتبت بالقلم الإسرائيلي. وصلت الفكرة. أشكرك الكاتب الصحفي أدهم مناصرة إذن من رام الله.